سعيد جدا سعيد جدا بنجاح هذا الفلاح، لانه حتى الاله نتاع العصر نتاع الصلجم الزيتي اقتناها وراه يعصر في المزرعه، يعني المنتوج نتاعو. احنا ملزمون باستغلال اي شبر فلاحي في هذه الارض المباركه للانتاج لتدعيم الاقتصاد الوطني. اليوم الرهان تاعنا هو رفع التحدي وضمان الامن الغذائي. نحن الان متواجدين بمستمره اللي اخذت تجربه تاع 10 هكتارات، الحمد لله احترام المسار التقني رغم التاخر في عمليه الزرع، الا انه كمان وصلنا الى عمليه الحصاد، وان شاء الله توقعوا مردود لي في حدود 18 قنطار في الهكتار كمردود متوسط. كل النقائص اللي سجلناها خلال الموسم راح ناخذوها بعين الاعتبار في الموسم القادم ان شاء الله لتجسيد هذا البرنامج تاع وزاره الفلاحه لتطوير هذا النوع من زراعه الاستراتيجيه.